السلام عليكم متابعي قناة مول المدير. السيترون لاحظت في انه كيطلع ليه الغلالة غير عامرة، وضروري خصني ندير ليه الدواء باش ما يطلعش ليه طلع ليه الغلالة. ولكن قبل ما ندير الدواء حدا جدرك ضروري كنحرك التراب، كنحرك شوية هنايا ها، وضروري خصني ندير اسميتو باش يطيح. تندير الشجرة كنضربها بهكا بهاد الطريقة هاديها غير بشوية باش ما يتحركش البردر ويدخل ليه البرد، ياك عاد ديك الساعة كندير هاد الدواء هذا. هذا عبارة عن سميتو، كندير واحد شوية صافي صافي، وهي العملية تما. تندوزو الشجرة أخرى نفس العملية، كنحيدو الربيع اللي كاين هنا وكنحركو سميتو، كنضربو الشجرة او سميتو كيطيح. كندير واحد شويه ديال الدواء، هذا هو الدواء اللي كندير واحد سميتو. الاخوان اللي باغي اللي عنده شجر وكي عنده هذا المشكل هذا، راه هذه هي الطريقه. كنضرب سميتو باش طيح ولا لا باش ما يطلعش. دابا فاش كنحيد هاد الربيع هذا وكندير الدواء وكنحيد هاد اللي كيقولوا لي سراق الماء، وهذا كنحيدو حتى هو ضروري وكندير الدواء، فالببوس او لا راه ما كتطلعش من بعد. هذه هي الطريقه، خصنا نغطيه. وما تنساوش حنا راه كنا اصلا قبال دايرين لونغري على حسب باش تغدى ضروري. كما تشوفوا الشجره هي كي جايه زي زوينه تبارك الله ملي كتسقى، ومن بعد هذه كما تشوفوا هنا ما طالش بزاف، كنحركو سميتو غير باليد. كندير واحد شويه هنا، دن الاخوان كما تشوفوا الطريقه ديال الخدمه. انتم كما تشوفوا هي غلاله جايه، ها هادي راه كاع غطلع في الشجره. كنحيدو تسرق الماء، كنضربها في سميتو كطيح غلاله. كنديرو هاد الدواء هذا، ها الحبيبات ديال الدواء. دابا الى لاحظتوا قاعد غلاله اللي قريبه للشجره كاع غتجي كتسمى الريحه ديال هاد الدواء هادو، كتجي غير تدوق داك الدواء كتموت ديك الساعه. كندوزو لشجره اخرى كما تشوفوا، ها هي راه عامره غلاله، وغادي نضربوها بهاد الطريقه هادي. كنحيدو لا كان شي ربيع ولا شي حاجه هنايا، كنحيدوها وكنديرو شويه ديال الدواء صافي. كما تشوفوا ونبقاو غادي بهاد الطريقه هادي على الشجر كامل باش ما طلعش غلاله. هانتوما كما تشوفوا راه طلع، كاينه غلاله كاينه في الشجر. والناس اللي عندها شي سؤال فتخليه ليا لتحت، ولا قدرت غادي نجاوب لك على السؤال ديالك. اذا الاخوان الفلاحه شوفوا شحال ديال الغلاله كاينه في الشجر، انت كاينه في الشجرات. ضروري خصنا نديروا هاد الدواء هذا باش ما انتمش شحال ديال الغلاله طاحت. كاين شي وحده تيكونوا بقاو لاصقات ما كيحيدوش، ضروري خاص تحيدهم بيديك. ما في لاصقين، دين ضروري نديرو هاد الطريقه. الشجر كيبغي تحيد ليه الربيع اللي تيكون حدا، دير ليه هاد الطريقه هادي صافي. الشجره هي تنقات وصافي، راه ما تبقاش غطلع عليها طلع عليها غلاله. الاخوان الا لاحظتوا الدواء راه عاطي المفعول ديالو كما تشوفوا، هاو هو الدواء رانا دايرونا. شوف شحال ديال الغلاله كاينه مجموعه عليه، فغير كتسمى الريحه ديالو كتجي لعند الدواء غير تضو كتموت. هادي راه يا غلاله ماتت، شتي الدواء كيعطي النتيجه ديالو. ديرها في الفاصه، ديرها ما بين الفاصه والسيترون، شوف كما تشوفوا هادي راه كاع هادي كاع غلاله ماتت. شفتو
فضروري ضروري كنديروا هاد الدواء. كاين الدواء كيترش ولكن كيعقب يرجع، اما هذا كيبقى ديما، كتبقى الحبه محطوطه ديال الدواء، غير كتجي ولا لا كتموت، غير كتقيس داك الدواء كتموت. اذا الفلاحه اللي عندها السيترون ولا عندها الزيتون ولا عندها الليمون ولا اللي عندها وعندها هذا المشكل ديال الدواء ديال الببوس كيطلع كما تشوفوا. هذه هي العمليه اللي كندير ليه هنا، كنحيد هذا الببوس من هنايا، ها كنضربها بالطريقه هذه ضربات خفيفه باش يطيح هذا الببوس، ومن بعد كنكربل تحت الشجره كنضرب هنايا، ها وكنغطي ليه جدر ضروري، وكنحط واحد جوج غرام تقريبا ديال الدواء هذا، فراه ما كيطلعش بهذه الطريقه هذه. ها من بعد ما كيطلعش ببوس، غير كيقيس كيوصل عدد ديال الشجره وكي كيموت، غير كيقيس هاد الدواء كيموت. ها انتم الاخوان شحال ديال الغلاله ماتت، عندها جوج شجره اخرى، درنا الدواء ومن بعد كلشي مات، كاع اللي قربات حتى الشجرة كتموت. هادي هانت كاين شي شجرات ما كترش الدواء كيلقى الطريق منين يدوز وكتطلع الشجرة، اذا خاصني ضروري نكثر شوية الدواء. هانتوما الاخوان شحال ولا لا شحال مجموعة على الشجرة. صراحة الناس اللي عندها هذا المشكل هذا هي الطريقة. يلاه كنتمنى تكونوا يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا ابوني للقناة. السلام عليكم متابعي قناة مول المدير. من بعد درنا الدواء حدث الجدر ديال الشجرة، فهذه هي النتيجة الاخوان، شحال مات ديال مات ديال الغلالة، ندوزو الشجرة حتى هي ندوزو الاخرى. هانتوما هادي هي النتيجة، كاع اللي كتقرب حدا الشجرة كتموت. هانتوما الإخوان غتبقى، المهم الغلالة اللي قربت حدا الشجرة كتموت، كيما تشوفو الشجرة خاوية ما فيها حتى حاجة. هانتوما الإخوان كاع الغلالة اللي قربت حدا الشجرة كتموت. فالناس اللي عندها هاد المشكل دير هاد الدواء هذا، هي عبارة عن حبيبات كدير 400 او 500 ريال الكرتونة، 20 درهم او 25 درهم، كتبقى الشجرة نقية.